هلا فيكم بهذا الفيديو. اليوم حاكون معكم من داخل المنصة الخاصة بتقييم أداء مختصي رعاية صحية، سواء كانوا الأطباء أو الصيادلة أو الممرضين، يلي هن يعني اجتازوا حوالي 700 سؤال، مثل ما انكم شايفين هون 698 سؤال بشكل ام سي كيوز ضمن برنامجنا التعليمي الدوائي المستمر. نحن هون طبعا عم نستخدم تكنولوجيا حديثة بالاسسمنت أو التقييم. في عنا هون احد المختصين، طبعا انا ما حطيت اسمه، لازم نعمل تعميه لانه خاصه ان هذا الفيديو يعني عم يشوفوه كثير من الاشخاص. ف باول 13 مرحله تقييميه شملت على 698 سؤال، انا فيني هون شوف اداؤه للمختص. مثل ما لكم شايفين مثلا هون الليفل الاولى كيف كان أداؤه على الأسئلة الخاصة بكل ليفل، تمام؟ فمثل ما لكم شايفين هالألوان، هاي اللون الزهري هون دليل إنه المختص واجه بعض الصعوبات على هالأسئلة هاي، بينما اللون الأزرق هو إنه يعني اجتاز هالأسئلة هاي مباشرة. وطبعا بتختلف هالصورة هاي بين مختص ومختص، تمام؟ فهذا المختص وقت نحن نعطيه الريبورت الخاص فيه بعد انجاز كل مرحله من هالمراحل هي، بيعرف هو شو الاسئله يلي لقى فيها صعوبه، مثلا مثل هذا السؤال، تمام؟ السؤال الثاني، السؤال السابع، السؤال الثامن، 16، 21، طبعا هو بشوفهم وبيرجع بيعرف نقاط الضعف تبعه، تمام؟ ف مثل ما لكم شايفين هيك نحن بنقدر نشوف انه يعني كل مختص وشو سكوره على كل ليفل من هالليفلز هدول، تمام؟ وفينا نشوف كمان انه كيف كان اداؤه على مر المراحل. يعني هلا المرحله الاولى كان بهذا الشكل، مثلا المرحله الثانيه كان اداؤه بهذا الشكل، تمام؟ هو مثلا بالمرحله الثانيه عملها 5 مرات، السكور الوسطي فيها 66%. طبعا يحسب السكور معنا عن اول محاوله انت بتعملها، يعني انت اول مره بتحل الاسئله بيطلع عندك السكور الوسطي، تمام؟ مثلا هون بالمرحله السابعه عملها 4 مرات والسكور الوسطي هو 68، تمام؟ المرحله الثامنه عملها 2 مرات لحتى قدر يعملها ماسترينج، اخذت معه محاولتين والسكور الوسطي 74. فالسكور النهائي هو عباره عن وسطي كل هالسكورات هدول. السكور النهائي هو وسطي كل السكورات تبع الليفلز تبع ال 700 سؤال. هلا نحن وقت نطلق ليفل رقم 14 او 15 او 16 اللي هو مع مرور الايام والاشهر والسنوات، طبعا حيتغير السكور هذا. فهو سكوره النهائي على الوسطي هو 71%، تمام؟ مثل ما كنتم شايفين هون بالليفل 3 كان سكوره 77، بينما الليفل 4 نزل لل 70، تمام؟ الليفل 5 76. فالوسطي هو محصله كل هالليفلات هدول، تمام؟ وجميع الليفلات المستقبليه، لانه نحن التعلم معنا مستمر وبالتالي التقييم مستمر. فوقت نحن نطرح اسئله جديده في احتمال يكون لسه ما عنده يعني خبره حول الاسئله هي، وبالتالي حيتاثر معدله، تمام؟ فيمكن يصعد او ينزل على حسب قديش هو عم يطور اداؤه. حلو؟ فانا هيك يعني بقدر اعرف اداء كل مختص من المختصين عن طريق هذا الريبورت الرقمي الحديث، يلي انا بستخدم يعني احدث ادوات التكنولوجيا بمعرفه اداء كل مختص، تمام؟ فمثل ما قلت لكم هون باول محاوله واجه صعوبه بالسؤال 2 7 8 16 21 اللي هو الالوان هي الزهريه، بينما بالمحاوله الثانيه مثل ما لكم شايفين بقي عنده 1 2 3 4 5 6 اسئله لسه عم يواجه فيهم صعوبه. بالمحاوله الثالثه طبعا هو بكل محاوله الشخص يعني لحتى يقدر يعرف الجواب الصح بيعمل مثل تريننج او اكسرسايز مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه لحتى يوصل لمرحله الماستري، انه هو يحل جميع الاسئله على كل مرحله بشكل صح. وقت تحل جميع الاسئله على المرحله بشكل صحيح بهالحاله هي بتوصل لشيء اسمه توبيك ماستر، تمام؟ اما اذا انت كل مره لسه عم تغلط بحلول الاسئله، مثل ما لكم شايفين هون كل ماله عم يخربط بالسؤال 16، يعني السؤال 16 عنده مشكله فيه، تمام؟ اللي هو هذا، ما هو الشكل الصيدلاني الذي يملك اعلى توافر حيوي اللي هو البي افيلابيلتي بالاعتماد فقط على الامتصاص الهضمي للماده الدوائيه اللي بيحويها؟ طبعا
السؤال موجود عليه خيارات، بس هلا بالريبورت طالع بس السؤال. فمثل ما لكم شايفين يعني عم يحاول من اول محاوله للمحاوله رقم 14، لسه عنده السؤال رقم 16 عنده مشكله في هذا المختص، تمام، لحتى اخر شيء يعرف الحل بالمحاوله 14 وبالتالي توبيك ماستر، تمام. على كل حال مثل ما قلت لكم السكور الاولاني اول مره انت بتحل جميع الاسئله بتاخذ السكور، يعني لانه مشان نعرف نحن ادائك الصحيح ادائك الحقيقي، تمام. مشان هيك اذا انت مالك جاهز لتاخذ الاختبار فلا تدخل بالاختبار، لانه نحن اذا عرفنا انه هذا ادائك خلص ثبت السكور، تمام. وقت تنتقل لمرحله ثانيه كمان بتغير السكور تبعك، لانه اما مثل ما قلت لكم يطلع او ينزل مثل ما لكم شايفين، تمام. فالمحصل اذا جمعتوا جميع هالارقام وقسمتوها على 13 حيطلع تقريبا 71%، هذا هو السكور الافريج، تمام. طبعا المختصين اللي هن حيجتازوا 5000 سؤال وحيكون معدلهم فوق ال 80%، انا حارسل لهم شهاده مشاركه موقعه باسمي، طبعا مبين فيها البرنامج تبعي والاهداف التعليميه منه، وكيف انه هو اجتاز 5000 سؤال العلاقه بالثيرابيتكس وبالفارماسي براكتس والمعالجه الدوائيه، لحتى يعني يعرف المختص هو اداؤه الحالي، تمام. مثل ما قلت لكم نحن عمليات التقييم هي يعني بتكون بشكل مستمر، فبعد 6 أشهر او بعد سنه يمكن هو يدخل مره ثانيه للسيستم ويخضع لتقييمات واختبارات جديده، وبالتالي اما كمان يرتفع معدله او ينزل، يعني هلا معدله 71، بعد 6 أشهر نزل اختبار جديد فيمكن ينزل معدله، مثلا نقول حصل على 60 فبتجمعوا 60 و71 وبتقسمون على 2 فبينزل المعدل، تمام. لو هو جاب مثلا فوق ال 71، يعني جاب مثلا 80، ف 80 زائد 71 بنقسمها على 2 بيطلع الوسطي تبعك، تمام. فانا حبيت اعمل لكم هذا الفيديو لحتى اوضح لكم كيف نحن بنعرف اداء كل مختص. هورجيكم مثال ثاني هون ليفل 2، ليفل 11. ليفل 11 بالتقييم، المرحله 11 التقييميه، عملها مرتين، وكان سكوره بالمحاوله الاولى هو 66، وهي هي الاسئله اللي هي باللون الزهري اللي واجه فيها صعوبات، تمام. بس التوبيك نوت ماسترد، ليش؟ لانه لسه في عنده السؤال 4 والسؤال 16 ما اتقنهم او ما عرف حلهم بشكل صحيح، تمام. بينما الاسئله الثانيه هي اللي شايفينها تحولت للون الازرق لانه هو عرف جوابه. فلو هو حاول مره ثالثه وعرف حل السؤال الرابع وال16 هون بيكون توبيك ماستر، تمام، يعني عرف حلول جميع الاسئله على هذا الاختبار، تمام. فبتمنى يكون هذا الفيديو يعني وضح لكم اكثر كيف انا كباحث يعني بقدر اعرف اداء كل مختص من الاطباء او الصيادله او الممرضين اللي هن حابين يطوروا خبراتهم الدوائيه معنا، واعرف مستواه وكيف عم يتغير مستواه على مدى الاشهر والسنوات، تمام. لانه هلا سكوره مثلا 50، بعد سنه يمكن يكون سكوره 60 او 70 او 100، تمام. فهذا له علاقه بالكونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت او سي بي دي، او التطوير المهني المستمر. و دائما مثل ما قلت لكم في اسئله جديده، في تقييمات جديده كل فتره بننزلها ضمن السيستم للمختصين اللي هن انضموا لبرنامجنا واللي عم يتابعوا الفيديوهات اللي انا عم بعملها، الصوتيات اللي انا عاملها، اللي قروا كتابي كتاب الغاز دوائيه، فينا يدخلوا على السيستم ويعملوا الاختبارات هي لنعرف نحن مستواهم. لو كان في اي سؤال حول هذا الفيديو او شيء مو مفهوم، طبعا فيكم انتم تتواصلوا معي عن طريق الايميل تبعي او على الفيسبوك، فان شاء الله انا بحاول ارد عليكم باقرب وقت ممكن. كان معكم دكتور رامز، بتمنى تكونوا استفدتم من هالفيديو. See you next time.